أول ما يسأل عنه العبد إذا وضع في قبره، يقول له الملائكة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه العقيدة لا بد أن يعرفها حتى يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالذي يدعي الإسلام ولا يهتم بهذه العقيدة ولا يرفع بها رأسا، هذا إذا سئل في قبره: من ربك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. من نبيك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ يقول: ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب والعياذ بالله بمرزبة من حديد يصيح بها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. هذه نتيجة الجهل بالعقيدة وعدم العناية بها. لقد فن